هي حرب المتحدثين باسم الخارجية السورية والأمريكية التي تطفو على المشهد السوري. فبعدما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند الثلاثاء إن لديها بواعث قلق جادة ولا تعتقد أن دمشق جاهزة لتنفيذ بنود اتفاقية السلام التي تساندها الجامعة العربية، رد المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي واصفا الاتهامات التي ساقتها نولاند بالباطلة وبأنها تسيء إلى الجامعة العربية التي تدعي نولاند الحرص على عملها وهي تدخل سافر في صلب عملها وسيادة دولها. وقال مقدسي في بيان له إن تصريحات نولاند هي محاولة لتدويل مفتعل غير مبرر ومفضوح، وهو موقف استباقي يضر بأداء بعثة المراقبين العرب قبل صدور تقريرهم الأولي. وأضاف مقدسي إن سوريا ليست في وارد تقديم حساب إلى الولايات المتحدة حول مدى الالتزام من عدمه ببروتوكول ليست أصلا طرفا فيه، بل هي طرف في عملية إذكاء العنف عبر التحريض والتجييش. وكانت المعارضة السورية قد دعت في مؤتمر صحفي في القاهرة إلى تدويل الأزمة السورية منتقدة عمل بعثة المراقبين. بصراحة في انتقاد عمل هذه اللجنة وحتى انتقاد للجامعة العربية بالتباطؤ الملحوظ وقلة المهنية الموجودة وتناقض التصريحات بين أعضاء البعثة وبين رئيسها، والمطالبة يعني الإسراع في تقرير من البعثة ومن رئيس البعثة وتحويل القضية إلى يعني تدويل القضية إلى مجلس الأمن الدولي، لأن مثل نظام الأسد يعني لا يستطيع، لا أظن أن العرب يستطيعون أن يتعاملوا معه. بدوره رفض الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الدعوات التي تطالب بسحب فريق المراقبين العرب من سوريا، وقال في تصريح له: لدينا مهمة ونحن ملتزمون بها أمام الحكومة السورية وستستمر مدة شهر، وفي هذا الشهر هناك أمور كثيرة ستتحقق، ولكن حتى الآن نريد تقويم الموقف. وفيما ينص البروتوكول على إطلاق سراح آلاف الأشخاص، طالت آخر الاعتقالات الناشطة فاتن رجب فواز التي جرى اعتقالها في مدينة دوما قرب دمشق والتي لا يزال مصيرها ومكان اعتقالها مجهولين. شأنها في ذلك شأن المدونة السورية والطالبة في إحدى مدارس حمص الثانوية طل خالد الملوحي التي اعتقلها جهاز أمن الدولة في 27 من كانون الأول عام 2009 على خلفية نشرها بعض المواد ذات الخلفية السياسية على مدونتها. أما ميدانيا فتستمر التظاهرات المؤيدة للنظام، فكانت ساحة السبع بحرات في دمشق على الموعد اليوم مع الهتافات المؤيدة لدور الجيش العربي السوري في الدفاع عن الوطن وصد هجمات المجموعات الإرهابية المسلحة، في مقابل تظاهرات تدعو إلى إسقاط النظام في إدلب وعين الحسكة وفي حي الخالدية في حمص.